السلام عليكم. فيديو اليوم سيكون عن أفضل 5 عمليات انتقال الكرتون عبر الأبعاد، حيث أن الفيديو سيكون عن انتقال شخصية أو شخصيات كرتونية محددة إلى كرتون آخر غير الكرتون الذي تعرض فيه تلك الشخصية المحددة. ولقد أنشأت قناة خاصة بالأنمي يمكنكم الاشتراك فيها، الرابط موجود في الوصف، وأتمنى أن تضغط على زر الإعجاب لأن هذا يحفزنا على تقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت جديد لا تنسى أن تشترك وتفعل الجرس للتوصل بالجديد. في إحدى حلقات مسلسل فوكس الشهير The Simpsons تظهر شخصية بندر من برنامج فيوتوراما، حيث أنه كان مع مجموعة من شخصيات مسلسل The Simpsons. It's time to show your support. Sure, Fox makes a fortune from advertising, but it's still not enough. في إحدى حلقات مسلسل الوالدان السحريان نستطيع أن نرى والد ووالدة تيمي يشاهدان التلفاز، وكان البرنامج الذي يعرض في التلفاز تقدمه إحدى شخصيات برنامج داني الشبح، والتي هي شخصية داش باكستر. في إحدى حلقات مسلسل فيوتوراما حينما كان بندر ينزل من الدرج وبعدها تظهر شخصيتان، وهذان الشخصيتان هما فين وجيك من وقت المغامرة. What time is it? Time for you to shut up. في إحدى حلقات برنامج منزل لاود بعنوان لينك أور سويم عندما كانت عائلة لينك لاود في المسبح، ففي إحدى اللقطات تظهر شخصيات مشهورة لبرامج كرتونية خاصة بنيكلوديان، ومنها شخصية لو بيكلز من برنامج راجراتس، وشخصية آيرو من برنامج أفاتار، وشخصية ميس فاول من برنامج جيمي نيوترون، وجد فيل من برنامج هي أرنولد، وشخصية ميس باترس من برنامج زيمي الفضائي. في إحدى حلقات مسلسل فاميلي جاي تظهر شخصيات سكوبي دو وشاغي وفالما ودافني وفريد، حيث كانت شخصية ستوي تتحدث معهم. You know what? I tell you, how about you just turn around and walk away? No, huh? I don't think so. You know what? We do not walk away.